زي ما بقول لحضرتك كده، تكاد تكون شبكة الإذاعات الموجهة هي الجهة الوحيدة التي قامت بالرد على كل هذه المزاعم. بعيد عن أي تلفزيون، بعيد عن أي إذاعة، بعيد عن أي وسيلة مقروءة أو مسموعة، لأن إحنا كنا لسان مصر الناطق لكل دول العالم. كان دورنا كان بيجي لحضرتك الفيدباك بتاع طبعًا. طبعًا. وبس أنا كان يعني إحنا عندنا طبعًا زي ما بقول لحضرتك إن الشبكة، يعني أنت خدتني بقى في السؤال كده على طول في الأول، أنا نسيت أقول لك إن أهم الحاجات اللي إحنا بنعملها في الشبكة وتوزيعات الإدارية بالنسبة للشبكة. إحنا اتفقنا الأول إن هي 23 لغة، 35 خدمة إذاعية، و 25 ساعة يومية. إيه بقى الدول اللي إحنا بنوجه لها؟ إحنا عندنا إدارة اسمها إدارة العامة الآسيا للشرق الأوسط، دي أنا بشرف برئاستها. دي إحنا بنوجه فيها 10 خدمات إذاعية. إيران، تركيا، أفغانستان شمال وجنوب، أوزبكستان، الأردن، باكستان، جنوب عربي آسيا، عرب أستراليا، الأندونيسي. كل الدول دي إحنا بنوجه لها، دول 10 خدمات في آسيا. في أفريقيا بنغطي جميع أنحاء أفريقيا، شمال، جنوب، شرق، غرب، وخاصة دول حوض النيل، ودي ليها وقفة يعني بنتكلم فيها برضه بعد كده، لأهمية وخطورة موضوع السد الأثيوبي اللي بيتعمل ده، سد النهر. في إدارة العامة لأوروبا بتذيع لأوروبا كلها، لغات إنجليزية، فرنسية، إيطالية، روسية، ألماني. في بعد كده في الأمريكتين، بنذيع لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أمريكا الشمالية بنذيع لها باللغات العربية للمصريين المهاجرين هناك، وبنذيع للجنوب اللي هو الدول اللاتينية، برازيلي، اسباني، لان في دول بتتكلم اللغه الاسبانيه في جنوب امريكا اللاتينيه. بالاضافه لدول كلهم في الاداره العامه البرنامج العبري. البرنامج العبري ده من اخطر البرامج واهمها على الاطلاق، لان كان ليه دور كبير جدا اثناء فتره الحرب من 67 حتى 73. الاعلام الاسرائيلي بيهتم بكل ما يبث، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كان من ضمن، وده مش خايف على ناس كتير، ان كان من ضمن اتفاقيه كامب ديفيد اللي وقعت بين مصر واسرائيل برعايه امريكا سنه 79، كان تقليل عدد ساعات البرنامج اليهودي، وان تخف حده اللغه اللي بنخاطب بيها المواطن الاسرائيلي. لما لها من تاثير على المواطن الاسرائيلي، ودعم حركه السلام، ودعم القضيه الفلسطينيه، والوقوف بجانب كل حركات السلام الاسرائيليه في دعم القضية الفلسطينية. احنا كنا بنستقطب حركات السلام الإسرائيلية اللي موجودة في إسرائيل معانا ضد الكيان الإسرائيلي وضد الاحتلال والاعتداء على المواطن الفلسطيني. يعني كان ليها دور كبير جدا، وبقول لحضرتك كان من ضمن بنود فيها كامب ديفيد في التقليص عدد ساعات الإرسال بالنسبة للبرنامج. وتم طبعا التقليص، طبعا دي حاجات دولية. تمام. بس هو برضه لغاية دلوقتي يعني البرنامج العبري بس كام ساعة؟ خمس ساعات. وفي جزء باللغة العبرية، جزء باللغه الروسيه، برضو الناس اللي هم موجودين في اسرائيل روسي وانجليزي وفرنساوي. تمام. لان برضو في مواطنين لا زالوا يتحدثوا بلغتهم رغم ان هم سافروا وهاجروا وراحوا لاسرائيل. وفي طبعا المواطن الاسرائيلي اللي هو بيجيد اللغه العبريه، ده اللي احنا بنوجهه للمحطه الاساسيه باللغه العبريه. تمام. بجانب كل الخدمات اللي كلمت حضرتك عليها ده، في اداره مهمه جدا عندنا اسمها الاداره العامه العربيه بالراديو، لتعليم دروس العربيه بالراديو. احنا بنذيع بنعلم الناس دي اللغه العربيه بعشر لغات، في انجليزي، في فرنساوي، في تركي، في فارسي، في بشتو، في اوزباكي، في سواحيلي، في عفري، في اندونيسي. يعني بقول لحضرتك من ضمن الخدمات اللي احنا بنذيعها، بنذيع لهم دروس تعليم العربيه بالراديو، ودي بتلقى استجابه كبيره جدا عند المستمع. وكمان مش كده، احنا ما بنكتفيش بالدروس فقط، ولكن ايضا بنبعت لهم كتب تعليم دروس العربيه بالراديو بالمجان.